الوضع البدني لنادي الصفاقسي، شنو الوضع البدني للاعبين وتتالة الاصابات في الفتره الاخيره سواء مع نادي الصفاقسي او مع المنتخب الوطني للاعبين السيسي؟ بقوا الاصابات الاخيره من ترجع وتشوفها متقيمه من اصابات، ما عندناش اصابات عضليه معناها نتاع تعب ولا صحيح فما سكسيسيون دي ماتش في لي فواياج وفي سيرتو لي جوار اللي كانوا في ليك ناسيونال فما برشا تعب صحيح، مي لي بليسير اكثريتهم يا او بيان دي كونتيزيون وبيا كيما تو محمد علي ربي ان شاء الله يشفيه يطلع لفرنسا اون ليزيون مينيسكال صاري في الفوتبول. وكما تعرف توا فان سيزون تعب وتعب نتاع اخر العام وسيرتو البريود اللي تعداو بها معناها سي ديفيسيل، دونك المخاخ ترزم يكون عنده تاثير على الجانب البدني سكيسير، معناها كي الجوار مش مرتاح في مخه ويبدا يخمم برشا وستريسي سكيسير باش ياثر عليه، مي ان شاء الله بريود تتعدى وان شاء الله في مكان خير. ميرسي.